الجامعي اللي كتعرفوا بان دخول الجامعي هو استثنائي، لان هذه الفاجعه اللي قصت بلادنا نقدم اولا تعازي لجلاله الملك الله ينصرو وجميع المغاربه، لان كلنا تضررنا في هذه الفاجعه هذه، بالخصوص الطالبات والطلبه اللي عندهم ضحايا. اللي بغيت ناكد عليه وهو انا جد سعيد لان كنشوف الاستعدادات وكنشوف الدخول الجامعي للصعيد المملكة المغربية، ولكن جامعة شعيب الدكالي نشكر السيد الرئيس والسيدات والسادة المديرين والعمداء، لأن داروا واحد دخول جامعي بطريقة جديدة، لأن الطالبات والطلبة كيخرجوا بلاكارت ديتوديون ديالهم، بلاكارت سين ديالهم، وكاين واحد الجو ديال هذا الإصلاح، لأن هذا الإصلاح جا باش يقوي بالقدرات اللغوية ديال الطالبات والطلبة، وكذلك من القوة الشخصية بهذه الأنشطة الموازية وهذه الوحدات اللي هي كتمشي في وحدات ديال الثقافة ووحدات ديال المواطنة اللي اليوم شفنا كيفاش الشباب ديالنا التضامن اللي هو المغربي اللي حدا وهي كتقوى، وبغينا هذا الاصلاح حتى هو يشارك في هذا التوجه هذا. اليوم الحمد لله جامعه شعيب الدكالي راه فات 32,000 طالبه وطالب، واحد العدد اللي كثر تقريبا 14% بالنسبه للسنه الماضيه، ولكن اللي بغيت ناكد عليه هو هاد مراكز التمييز اللي فيهم واحد اللي عليهم واحد الاقبال كبير على الصعيد الوطني. 66,000 طلب تقريبا 18,000 مقعد، وحتى جامعه شعيب الدكالي هي عليها واحد الطلب كبير. اللي بغينا هاد المراكز ديال التمييز تكون هي مناسبه باش الطالبات والطلبه ملي كيجيو الكليات الاستقطاب مفتوح كيولي عندهم امل اخر باش من بعد عامين يمشيو في واحد المسار ديال التمييز، اللي هذا المسار هو اللي كيخليهم ربما يدخلوا في واحد مهنيه ويدخلوا في واحد الدراسه اللي تكون دراسه. ولكن حنا بغينا هذا الاستقطاب المفتوح كله يرجع المكانه ديالو اللي معروفه عليه، واللي هذا الاستقطاب المفتوح هو اللي يخرج لنا الكفاءات اللي اليوم خدامه في بلادنا. وكنتمناو بان هذا الاصلاح هذا ما يكونش هو الاخير، لان كتعرفوا بان التحولات الدوليه اليوم التحولات العالميه لا بالنسبه للذكاء الاصطناعي ولا بالنسبه للتكنولوجيات الحديثه، كل شيء غادي وكيتغير، خصنا نبقاو نواكبوا هاد التغيرات هادو. ولكن من الركائز الكبيره وهي اللغات اكيد، وكذلك المهارات الذاتيه والكفاءات.
اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.